نرحب بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وندعوه لإلقاء كلمته. أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات خريجي الدفعة 41 جامعة الإمارات، أحييكم وأبارك لكم تخرجكم، وأبارك لأهلكم تفوقكم، وأبارك للوطن عطاءكم. مستقبل دولة الإمارات بيد شبابها. اليوم أنتم تدخلون مسيرة البناء. بلادكم استثمرت فيكم الكثير وتتوقع منكم الكثير. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة 41 للخريجين لعام 2020-2021، ويسعدنا ويشرفنا حضوركم معنا ورعايتكم الكريمة لهذا الحفل. اسمحوا لي في البداية يا صاحب السمو أن أعبر باسم أسرة جامعة الإمارات العربية المتحدة عن شعورنا بالفخر والاعتزاز والشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على ثقته واهتمامه وإسهاماته المتميزة في دعم الجامعة، وحرص سموه على تحقيق رسالتها في الريادة والتميز. إن تشريفكم اليوم لحفر تكريم الخريجين إنما هو شاهد صدق على اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم مسيرة التعليم في الدولة، وتأكيداً لنهج مؤسس الجامعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ورؤيته الحكيمة بأن جامعة الإمارات ستصبح جامعة المستقبل ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري على صعيد الدولة والمنطقة بل والعالم بأسره، وقاطرة للتنمية البشرية في الدولة. اسمحوا لي هنا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمهم اللامحدود ورعايتهم المستمرة لتطوير ودعم التعليم في الدولة والارتقاء به نحو مستقبل مشرق، ولتمكين جامعة الإمارات من أداء رسالتها والنهوض بمسؤولياتها. يشرفني أن أتحدث اليوم نيابة عن زملاء الخريجين للاحتفال بتخريج الدفعة 41 في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدفعة التي يأتي تميزها وسط ظروف استثنائية في ظل تحديات جائحة كوفيد-19، والاستعداد للخمسين عام القادمة للاحتفال بالمئوية الأولى لدولة الإمارات. حضورنا الكريم، إن هذه الكوكبة الجديدة من الخريجين تنطلق بشعور مفعم بالفخر والاعتزاز للالتحاق بركب مسيرة البناء والعطاء، معاهدين قيادتنا الرشيدة بالمضي قدما نحو بناء مستقبل مشرق.
ملتزمين بقيم الانتماء والولاء والوفاء للوطن، مستلهمين ذلك من توجيهات قيادتنا الحكيمة والرشيدة. نحن أبناء الوطن نعاهد قيادتنا على الإخلاص لخدمة وطننا وحماية مكتسباته، إيماناً منا بأن خدمة الوطن وسام شرف على صدورنا.